انا ادري الكيو كيو تحمي، البي ام تحمي، المرسيدس تحمي. اليوم فكرت بسوالف اهني عن الحماوة. واحد، اثنين، ثلاثة. اكيد وياي اني مصطفى داخل بي سوالف اهني وسؤال اليوم. طبعا الحماوة عندنا بالعراق يا اخوان تجي بالشتاء وبالصيف ومو شرط يعني مرات حتى بالربيع. العراقي يستخدم مفردة حمى بغير اشياء. هسه تعالوا خلينا نشوف الشاب ليش يحمى ويبقى يحمى 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 مثل ما هسه انا حميت وما راح اسكت. تعالوا خلينا نشوف اراء الناس بهالموضوع وراجعي لكم. حماوه حميت، شنو اللي يخلي الشباب هالفتره يحمون ويظلون دائما يحمون؟ هو الصيني يعني يحب يحمى هواي ومنها شمس عاليه قبل الحماوه. هم هاي العراقيين على كل شيء يحمون، بالدوام بالبيت كل شيء على كل شيء يحمون. لازم نحمى فلوس وبيت وسياره، لا تعرف بطال عطال، لا تعيين لا شغل لا عمل. شغلتين يحمى بيها، لو طالع يا حبيبته لو قاعد يوم الصابه. اليوم انا تعرفت على وحده ومتعرفت على هذا. تعال شوي هاي جيبي شده وما ادري شنو سيارته طابقه جوا بالجراج. يعني هواي شغال. ايش قد بجيبك؟ شده. هاي الحكي كذب يطلع الف هسه. لا هواي الف. اقل اقل بالجراج ما مطير. المن طالع يا اخي روح البيت. وحده من صديقاتك هواي تحمى سوي لها تاك. مريم. من تعرفه من اصدقائك يحمى سوي لها تاك؟ ناطق ناظم. ناطق ناظم؟ ايه حبيبي ناطق ناظم بطل حماوه. وحده من صديقاتك هواي تحمى. عذراء. عذراء. عذراء بطل حماوه. تاكل اقرب صديق عندك يحمى. اوه مرتضى شناوه بس غير انا ما احكي. اكيد شفتوا اراء الناس بهالموضوع وبموضوع الحماوه. سدوا الحماوه سدوا الحماوة أني حمية سدوا الحماوة.